بنصبح مرة تانية على حضراتكم وأهلا بيكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. نبدأ نشرتنا الرياضية مع نتائج مباريات امبارح واللي كانت في ختام الجولة الثانية في دور المجموعات بكأس العالم. منتخب البرازيل حسم تأهله لدور 16 بمونديال 2022 بعد ما حقق فوز صعب على منتخب سويسرا بنتيجة 1-0 في المواجهة اللي اتلعبت على ملعب 9-7-4 بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2022. وسجل كاسيميرو هدف الفوز للبرازيل في الدقيقة 83 من زمن المباراة. النجم البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي حصل على جائزة أفضل لاعب في مواجهة منتخب بلاده مع المنتخب السويسري في بطولة كأس العالم، وحصل كاسيميرو على الجائزة بعد اختياره من قبل اللجنة المنظمة للبطولة، وهو كان مسجل الهدف الوحيد في اللقاء ده وقدم مستوى رائع أمام سويسرا. تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل يأكد رضاه التام لمستوى اللعيبة بعد الفوز على منتخب سويسرا، وقال تيتي في تصريحاته بعد المباراة: سعداء بالتأهل رغم أن الانتصار على سويسرا ما كانش سهل أبدا، وهنفكر بجدية في المباراة اللي جاية قدام الكاميرون. منتخب غانا فاز على كوريا الجنوبية بنتيجة 3-2 وده في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد المدينة التعليمية ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2022. افتتح محمد ساليسيو لاعب غانا أول أهداف المباراة في الدقيقة 24، وسجل النجم محمد قدوس الهدفين، الهدف الثاني والثالث في الدقيقة 34 والدقيقة 68 من المباراة. كمان سجل النجم الكوري تشو جون سونغ أهداف كوريا الجنوبية في الدقائق 58 و61 من عمر الشوط الثاني. النجم الغاني محمد قدوس مهاجم منتخب النجوم السوداء حصد جائزة أفضل لاعب في مباراة غانا مع كوريا الجنوبية، وده بعد نجاحه في تسجيل هدفين قاد بيهم منتخب بلاده لتحقيق الفوز. منتخب الكاميرون كمان اتعادل مع منتخب صربيا بنتيجة 3-3، وده في المباراة اللي اتلعبت امبارح على ملعب الجنوب في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للمونديال، وبكده بيحصد كل منتخب أول نقطة له في كأس العالم 2022. النجم الكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم منتخب الكاميرون حصل على جائزة رجل المباراة، وده بعد الأداء القوي اللي قدمه اللاعب خلال أحداث المباراة الكبيرة اللي شهدت تسجيل 6 أهداف بين المنتخبين. منتخب كمان البرتغال فاز على منتخب أوروغواي بنتيجة 2-0، وده في المباراة اللي أقيمت على استاد لوسيل ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة والأخيرة من نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وبكده بيتأهل المنتخب البرتغالي للدور 16 بعد ما تصدر المجموعة برصيد 6 نقط والعلامة الكاملة بدون النظر لنتيجة الجولة الختامية. اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 اختارت البرتغالي فرناندز كأفضل لاعب في لقاء البرتغال أوروغواي، وده بعد تسجيله هدفين الفوز لصالح منتخب البرتغال في الدقائق 54 و93، ده غير تألقه الفني أثناء أحداث المباراة. روب بيج المدير الفني لمنتخب ويلز أكد أن مواجهة إنجلترا هتخلينا متحفزين بشكل تلقائي، وهنشتغل وهنعمل كل اللي في وسعنا للفوز عليهم في المباراة اللي هتتلعب النهاردة. وقال بيج في المؤتمر الصحفي لمباراة إنجلترا: دي البطولة دي أظهرت أن كل منتخب ممكن يخسر، علشان كده إنجلترا منتخب قابل للخسارة وهنحاول بكل طاقتنا نفوز عليه. الراجل المدير الفني للمنتخب الأمريكي قال إن مواجهة المنتخب الإيراني هتكون مباراة مهمة جدا، استعدينا ليها كويس قوي، وطلبت من اللعيبة التركيز والهدوء والابتعاد عن الضغط. الحساب الرسمي لكأس العالم قطر 2022 التابع للفيفا سلط الضوء على إنجازات الثنائي كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال وليونيل ميسي قائد الأرجنتين، ونشر حساب المونديال صورة اللعيبة وعلق عليها وقال: رونالدو هو اللاعب الوحيد اللي سجل في 5 نسخ بكأس العالم، وميسي هو اللاعب الوحيد كمان اللي صنع أهداف في 5 نسخ بكأس العالم، نعيش لحظات تاريخية. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. نشكرك يا رامي، شكرا جزيلا.